اكيد هسه اختلف الوضع، يعني تعرف انت الوضع الامني مو مستقر، واكثر الاحيان اكثر الشباب هسه ما دا يشتغلون، يعني بس بس المتعينين يعني يقدر ياكل كباب تكيم على وش هاي بس الشباب. المتعين اي الحمد لله شغل المتعين ودا اشتغل على شغله ثانيه. اي هسه اكو عالم مثلا ليش اي ما يكفي الراتب، ما تلحق ما لحق. ايش قد راتبك؟ انا راتبي 1,050,000 ما يلحق. اي ايجاري 450,000 صحيح. ايوه ما اخذ قرض وعندي نفقه، يعني ما لحق فعلا. ايوه لازم اشتغل شغله ثانيه. تمام اي زين.